المسخن، المكونات: دجاجة مقطعة إلى 4 قطع، باقة عطرية لسلق الدجاج، كيلو من البصل الأبيض مقطع جوانح، كوب من زيت الزيتون، ثم ماء وملح وفلفل أسود وبهار مشكل. الطريقة: بنسلق الدجاج في الباقة العطرية، بنقلي البصل في زيت الزيتون حتى ياخذ اللون الذهبي الخفيف، بنرفع الدجاج من مرق السلق، بنحطه مع البصل، بنبهره بالسماء والبهار والفلفل الأسود والملح، وبناخد قليل من المرق وبنحطه فوقه. بنحضر الخبز، ويفضل الخبز شراك أو السوري كما يطلق عليه بمصر، وبنفرده بصينية للفرن، بنضع عليه قليل من البصل مع كمية من المكسرات حسب الرغبة. بنكرر الخطوة مع كل الخبزات، وآخر خبزة بنرتب عليها الدجاج. بناخد الزيت الزيتون وبنحطه على وجه الدجاج، بندخلها الفرن لحتى تنشوي شوي، بنقدمها جنب سلطة لبن. وصحة وألف عافية.